مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن العديد من الموضوعات المهمة اللي بتشغل بال المجتمع المصري، ولكن في البداية حابب أتكلم عن موضوع أصبح رأي عام في الشارع المصري، ولدرجة أنه أصبح ترند خلال هذه الأيام، وهو قانون التصالح مع مخالفات البناء. الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أعلنت أنه لم يتم مد فترة التصالح، وأن 30 سبتمبر من الشهر الحالي هو آخر موعد لتلقي الطلبات. والحقيقة الواحد عايز يتكلم في هذا الموضوع، خاصة أن بعد قرار الحكومة سيكون كده بداية من 1 أكتوبر ستبدأ محاولات الحملات لإزالة المخالفات، وده مش نص الكلام اللي أنا بقوله، ده تصريح على لسان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللي أعلن أيضا أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا لطلب التصالح 769 ألف طلب، وإن المحصلات المالية بلغت حوالي 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس. الموضوع بصراحة أنا عايز أتكلم إن إحنا مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية زحفا كبيرا على الأراضي الزراعية وتعدي ومخالفات بناء كثيرة، ولكن الدولة المصرية نجحت في إن هي تلاحظ تقضي على هذا الخطر، اللي كان لو كان استمر هذا الوضع حتى الآن كنا سنقضي على الأرض الزراعية نهائيا. والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث وطلب من الحكومة إن هي تسارع في قانون التصالح مع الدولة، وأيضا لمح بأنه ممكن أن يصدر تكليف إلى الجيش بالنزول لإزالة المخالفات على البناء، وده دفع الحكومة أن هي تعقد اجتماعات مستمرة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. والدكتور مصطفى مدبولي طلب من المحافظين بأن هم ينفذوا توجيهات الرئيس فيما يتعدى بالتعديات على الأراضي الزراعية وقانون التصالح. والحقيقة أنا عايز أتكلم عن محافظة الشرقية، خاصة إن خلال هذه الفترة في نشاط كبير جدا للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبيقوم بالعديد من الجولات لمتابعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بقانون التصالح. ولكن للتوضيح أكثر والحديث عن هذا الأمر معانا على الهاتف الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية. دكتورة أسماء، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية يا فندم عايز أتكلم مع حضرتك، إيه آخر التطورات فيما يتعلق بملف قانون التصالح مع مخالفات البناء؟ والله الحمد لله، هو في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد تعليمات خمسة رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، طبعا كان في تركيز جدا على تفعيل كل الاليات ازاله اي تعديات مخالفه، سواء على املاك الدوله او في الاراضي الزراعيه. عايز اقول لحضرتك ان الموضوع ده ما كانش بس شغال عندنا في السنين اللي فاتوا، ولكن هو مستمر عندنا بقى لنا اكثر من سنتين في العمل على قدم وثقل ازاله كل اشكال التعديات. احنا عندنا الموجه ال 14 والموجه ال 15 والموجه ال 16 الاخيره اللي كانت فيها ازالات في كل المراكز على مستوى المحافظه، ازاله التعديات من على الاراضي الزراعيه، ازاله مباني او ازاله مخالفات على املاك الدوله، كل ده حضرتك كان بيصب في النهايه ان بيتم توفير اراضي للمحافظه انها تبتدي انها تستخدمها في مشروعات جديده، في اقامه مجموعه من المشروعات الخدميه او التنمويه، او استغلالها في اقامه مشروعات استثماريه، او حتى محاور مروريه جديده، فتح محاور مروريه جديده، ده كله بيصب في النهايه في مصلحه المواطن. حضرتك عارف ان بيكون في عندنا كمان تفعيل المراكز التكنولوجيه لاستجابه طلبات التصالح من المواطنين. الحمد لله عندنا 19 مركز تكنولوجيا على مستوى المحافظه، كلهم بيشتغلوا على قدم وثق استقبال طلبات التصالح المواطنين، يمكن بس المحافظ في جولاته المستمره. طب دكتور اسماء، دكتور اسماء، عايز اعرف من حضرتك اجمالي عدد اللي تقدموا بها المواطنين لطلب التصالح وصل لحد كام دلوقتي؟ والله احنا يعني فوق ال 47,000 طلب تصالح لغايه دلوقتي متقدمين لتصالح في المراكز التكنولوجيه. انا عايز اقول لحضرتك الرقم ده بيتغير يوميا، يعني ممكن 47 بكره تلاقيهم حضرتك 57 او بعده، يعني الرقم متغير وبتزياده مستمره. واجمالي المحصلات الماليه يا فندم برضه؟
احنا ساعدينا فوق الو، اي فندم. ايوه مع حضرتك. بقول لحضرتك اجمالي المتحصلات المائيه من موضوع التصالح ده لحد دلوقتي وصل كام؟ يعني الحمد لله احنا محققين فوق ال يعني 200 مليون في الموضوع ده، مبلغ محترم جدا. بقول لحضرتك اذا كان على طلبات التصالح او على المبالغ الماليه فهي مبالغ مضطرده، كل يوم ان شاء الله بتكون في زياده. وده كمان يمكن وعي المواطن وان هو يكون حريص على انه يدخل تحت مظله الدوله وان يكون وضعه قانوني وما يكونش حياته مهدده. يمكن ده عامل مهم جدا في ان احنا نلاقي مجموعه كبيره من المواطنين بيبتدوا ان هم يستجيبوا سواء لتوجيهات رئيس الجمهوريه او للمرور اللي بيعمله محافظ شرقيه الاستاذ دكتور ممدوح مراد طب في المراكز المختلفه، ان هو بيتكلم مع المواطنين ويحثهم على سرعه التوجه للمراكز التكنولوجيه وتقدم بدفعه مقدمه جزئيه 25% وطلبات التصالح قبل الموعد المحدد والاخير اللي اعلنه دوله رئيس الوزراء في اللقاء الاخير في مجلس المحافظين، ان هو بعد 30/9 مش هيكون في تلقي لاي طلب من المواطنين، وان 1/10 هيكون في مجاعفيه من الازالات تشمل جميع المخالفين على مستوى يعني من المحافظه وما تشمل 30/9 هيبدأ حملات الإزالة لمن لم يتقدم أي طلب تصالح. واحد 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 و... عشر سنتين اه واحد واحد اكتوبر. 1 أكتوبر. دي هيكون هيكون بدايه الازالات على مستوى واسع جدا، سواء للي ما تقدموش بطلبات او للي تقدم بطلب بس ما دفعش مقدم الجزيه 25% او ما استكملش الاجراءات بتاعته الخاصه بانهاء عمليات التصالح. تمام، شكرا جدا لحضرتك الدكتوره اسماء، وبشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي. شكرا للدكتوره اسماء عبد العظيم المتحدث الاعلامي لمحافظه الشرقيه. برضو معايا موضوع تاني مهم جدا عايز اتكلم عنه في عجاله سريعه جدا. النهارده في حدث لاستفزاز مشاعر العالم الاسلامي من جديد، مجله شارل ابدو الفرنسيه نشر اعاده نشر الصور المسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، وده دفع فضيلة الإمام الشيخ الأكبر إلى إنكار هذا الموضوع وأصدر بيان واتكلم إن إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان. أنا مش عارف إيه السبب إن هم يعيدوا نشر هذا الأمر مرة أخرى في هذا التوقيت بالتحديد، وخاصة إن فضيلة الإمام الأكبر بيسعى خلال الفترة الماضية بعد توقيعه وثيقة الأخوة الإنسانية إن هو يكون في حوار بين الأديان لنبذ الكراهية والعنف وإن احنا نعيش في محبة وسلام. كده النهاردة أنا اتكلمت على الموضوعين مهمين جدا، وهرجع بقى لضيوفنا وارحب بيهم عشان نتكلم على قضيتنا الأساسية النهاردة. سيادة المستشار محمد سليمان جاد المرشح لمنصب نقيب محامي جنوب القاهرة، أنا بحضرتك يا فندم وأسف على الإطالة في هذه المقدمة. سياده المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ؟ الله يرحم حضرتك. بدايه يا سياده المستشار، كنا احنا الموضوع الاساسي الحلقه النهارده بنتكلم عن حق الاستضافه. تمام يا فندم. انا بس كان تعليق على موضوع التصالح. انا طبعا طالعت خطاب فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفه لكل الجهاز الاداري للدوله اللي مش قادر يشتغل يجي يقول سلام عليكم ويتفضل مع الف سلامه. احنا بنجدوا ان الجريمه دي فيها طرف ثالث، الطرف الثالث ده اللي هو الجهاز الاداري للدوله. لابد من محاسبه رؤساء الاحياء والمهندسين في الاحياء على تغاضيهم عن ارتكاب مثل هذه الافعال. لابد من محاسبه رؤساء الاحياء، لان النهارده انا عاوز اطمن بقى ان احنا دوله جاده ورساله الرئيس الجمهوريه للشعب المصري قادرون بدوله القانون ان نكون متقدمين. فالنهارده حضرتك فتحت المهله وفي جديه في التصالح وكلام ده جميل جدا. انا عندي النهارده رئيس حي ما من 1/1 لغايه النهارده نسبه المخالفات عنده تجاوزت 100%، ده يقعد ازاي في الحي وما يتحاسبش؟ فالنهارده لو تحقق الردع في هذا الملف عند الجهاز الاداري للدوله بواسطه رئيس الحي والمهندس، اعتقد ان احنا هنبقى ما فيش داعي للتصالح ولا في داعي لمخالفه القانون اساسا. فده رساله. يعني اروح برضو للاستاذ بدر في هذا الموضوع، هل تتفق مع اللي بيقوله الاستاذ محمد والله في هذا الامر؟ بالرغم ان في تحفظات على القانون بتاع التصالح، ولكن انا المهله اللي حددتها الحكومه 30/9. حضرتك النهارده انا اطلعت في الاخبار، جريده الاخبار بيقول لك حوالي 3 مليون مخالفه
مخالفة ومليون وتسعمية ألف مخالفة على الأرض الزراعية، هل حضرتك تعتقد أن الشهر الباقي ده هل كافي للناس تتصالح فيه؟ هل ما فيش حاجة تطبيق لروح القانون؟ احنا البلد طلع من ظروف كورونا وظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي نلتمس تطبيق روح القانون. السادة المحافظين المفروض يقللوا سعر المتر بتاع التصالح، يراعي الظروف ديت، يمد المهلة. انا مع في اعتقادي ان 3 مليون مخالفة مباني ومليون و900 ومليون و900 الف مخالفة على الارض الزراعية، يعني حوالي نتكلم في حوالي 5 مليون مخالفة. حضرتك هل الشهر ده كافي؟ هل الشهر ده كافي عشان 5 مليون مخالفه يتصالحوا في مع الاحياء؟ احنا عايزين نتكلم في نقطه محدده. حضرتك بتتكلم دلوقتي عن روح القانون. تمام. ازاي هستخدم روح القانون مع شخص مخالف ومتعدي على املاك دوله وعلى ارض زراعيه؟ وحضرتك عارف ان الارض الزراعيه دي قضيه تعتبر قضيه أولا لازم نفرق التعدي على ارض زراعيه، انا لا احبذه ولا ايده حضرتك، ولكن احنا دلوقتي قدام امر واقع. حضرتك انت عملت القانون ده عشان التصالح، انا بتكلم حضرتك حوالي 5 مليون مخالفه يا استاذ محمد، 5 مليون مخالفه هتخلصهم ماشي، مفيش اي مشكله. في مهله في البدايه وبعد كده الدوله تاني رجعت تاني ومدت المهله مره ثانيه، وكمان الدوله وضع شروط للمتصالح ان هو من حقه تقسيط قيمه التصالح على 3 سنوات ماشي. ودفع قيمه. طب هل ودفع 25% في المقدمه يا استاذ محمد؟ هل حضرتك احنا طالعين من ظروف اقتصاديه صعبه، 4 شهور البلد كانت مقفوله في جميع الانشطه، جميع المناحي بتاعت الحياه، اقتصاديه وتجاريه وحرفيه ومهنيه، هل تعتقد ان الناس دلوقتي الشهر ده المهله دي كافيه؟ أنا في اعتقادي الرأي الشخصي حضرتك إن المهلة دي مش كافية، وأنا بنلتمس من الحكومة إنها تمد المهلة وتصدر أوامرها للسادة المحافظين سعر المتر يقللوه على أساس الناس تقدر تدفع. تمام. ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا هضطر آخد رأي الأستاذ محمد سيادة المستشار في هذا الموضوع. تمام. تتفق مع اللي بيقوله سيادة المستشار ولا ليك وجهة نظر أخرى؟ أنا وجهة نظري كلياً إن أنا ضد قانون التصالح كلياً. لأن أنا ضد مخالفة القانون. ولكن احنا بنتكلم مع واقع على الارض، فانا طبعا ان ادام الدوله الناس مخالفة اتجهت، انا حضرتك من البدايه بقول لحضرتك ضد الموضوع كله، وحضرتك عارف المخالفات دي بتتم ازاي. ما احنا دي رواسب ماضي. يعني نظام بائد من 81 لغايه 2011، وكانت عارفين ان الانتخابات بتدار، الحزب الوطني كان بيفتح ابواب انك تدخل المرافق للمباني العشوائيه، وكانت رشاوى انتخابيه، فده عصر وولى. جينا هنا بقى القياده السياسيه جايه تصلح اصلاح الماضي. عصر اصلاح حلو، في مخالفات، في مخالفات. انا يعني مناشدتي لفخامه الرئيس يبقى العقوبه على الكل من شارك، ولكن انا بطبق روح القانون وفقا لما تبناه روح القانون مع احنا عندنا ظروف غير مخالف، ودي حضرتك موجوده في القانون، يعني الاعتبارات دي موجوده. ان احنا النهارده في اكيد نستوي في ظروف في طبقات اجتماعيه في البلد، في فطبعا النهارده بنناشد ان احنا النهارده هل الاحياء تقدر تستوعب 5 مليون طلب في ظل جائحه كورونا اللي احنا فيها والشعب مهدد بالموجه الثانيه وفقا لتداول، فبرضك لابد ان انت تمد برضك روح القانون للشعب، ولكن ضد المخالفه. اعتقد ان احنا نكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع ونروح لقضيتنا الاساسيه اللي احنا بنتحدث عنها، وهي موضوع الاستضافه، حق للاب والجد والجده في المشرع المصري. تمام. احنا يعني عايزين نتكلم، هل القانون بينص ان الاب من حقه الاستضافه؟ لا. ام لا؟ تمام. احنا طبعا ان احنا النهارده في عندنا رساله ومناشده للشعب المصري ان يبقى تبنى ثقافه للانفصال. النهارده ربنا شرع الزواج وشرع الطلاق وما بينهما طفل، ففي عندنا حق الامومه وحق الأبوة. تمام. لكن كل التشريعات والقوانين قدمت حق الطفولة عن الحقين الآخرين. ليه احنا النهاردة بعد ما نلجأ نظهر أسوأ ما عندنا؟ فالنهاردة احنا بنتكلم في الطفل، الطفل ده لازم يتربى في حالة حتى يبقى يصلح إنسان قوي في المجتمع. هو في احتياج للأم من منذ ميلاده لغاية 7 سنوات. تمام. وفقا للشرع. بعد 7 سنوات وانتهاء سن الحضانة لابد يبقى في صله رحم. مين صله الرحم؟ الاب، الجد، الجده، العم، العم. فالنهارده في صدام ما بين الاب والام لرواسب حياتهم. الضحيه هنا مين؟ الطفل. ففي وفقا للقانون مفيش حاجه اسمها استضافه، في رؤيه وفي رؤيه كذا. فانا بناشد المشرع المصري
انه يقرر حق الاستضافه ويكون عن طريق ايه بقى؟ بوينت. يعني ايه البوينت؟ اولا عاوز تمارس الحق يبقى الصغير ده يمنع سفره بره البلاد من 7 لـ 15. تمام. ثانيا انت ملتزم وما صدرش ضدك حكم بحبس لمنع النفقه يبقى تاخد استضافه. انت النهارده بتصرف مصاريف المدارس تاخد، طالما عندك في السي في بتاعك مشاكل قضائيه ما بينك وما بين الام يبقى النهارده تحرم من هذا الحق عشان ده الضوابط. لكن هو مفيش تشريع، احنا بنحلم بذلك، لان هنا المعتدى عليه هو مين؟ موضوع الاستضافه ده يتم تم طرحه في مشروع القانون للاحوال الشخصيه ولم يتم الموافقه عليه حتى الان. احنا بقى بنتكلم في النهارده، احنا النهارده كل حياتنا بقت برنامج مكافئات. طالما النهارده الزوج او المطلق او الاب ادى كل الحقوق الملتزم بها شرعا وقانونا للطفل يبقى النهارده احنا نكافئه ونقرر له حق الاستضافه من 7 سنوات لـ15 سنة. انما انت النهارده عندك 3 4 احكام حبس لعدم سداد النفقات و و و و، فانت النهارده انا هقف معاك ازاي وانت اساسا مع يعني صعب عليك ابنك او هو انت في حق ابنك؟ فدي مناشده نعمل برنامج مكافئات. النهارده الراجل ده ممتثل بينفذ كل الحقوق الشرعيه والقانونيه المطلوبه منه وبينفذ احكام المحكمه، يبقى النهارده ننفذ له الاستضافه بمفهومها حماية لمين؟ للجد والجدة. وحماية لمين؟ للطفل. الطفل ده لازم يبقى في عندنا حاجتين، في أسرة وعيلة. فالأسرة تفككت يبقى في بقى العيلة. ده اللي مناشدة. تاني حاجة ان في حكم صدر، يعني مفيش ليه نص من القانون ولكن قرر الاستضافة لكبر سن الجد والجدة. حكم واحد وصدر محكمة المنصورة. هو هنا بقى الحكم ده جماله ان هو اسسها على قاعدة شرعية لحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا ضرر ولا ضرار وكان ابوهما صالحا في آية في القرآن. فاسس الحكم على هذه ايه؟ النهاردة الجد والجدة غير قادرين على الانتقال للمركز هنا او هنا، فالمحكمة سمحت بالاستضافة في مثل هذه الحالة واسست اسباب الاستضافة وفقا للآية والحديث. فدي مناشدة. احنا النهارده ما بنعاقبش الزوج والزوجه او المطلق او المطلقه، احنا بنعاقب طفل. فاحنا النهارده عاوزين نلتقي بقى في الحته دي لنرتقي بحاجه معينه، ان احنا نحافظ على حقوق الطفل ان هو يبقى في بيئه سويه، بيئه صالحه حتى يعني يشتد من اذره. مش نحطه بقى في بيئه سيئه ويتعرض لبعض المشاكل المعقده والنفسيه. فدي مناشده. تمام. المحافظه على حقوق الطفل، عندنا قرابه نحو 9 ملايين طفل نتيجة موضوع الطلاق بين الزوجين. عايز تعقيب حضرتك على الكلام اللي قاله سيادة المستشار في موضوع الاستضافة. تمام. ونتطرق إلى موضوع الرؤية. تمام. بداية معليك، الرؤية ثابتة بالقرآن والسنة والقانون. القرآن، الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما القانون فالرؤية ثابتة بنص المادة 25 من القانون رقم 25 سنة 1925 والمستبدلة بالقانون رقم 100 سنة 85 ورقم 4 سنة 2005. التعليق بالنسبة لموضوع الاستضافة، حضرتك أنا أيد موضوع الاستضافة. أولا ما فيش ضرر هيقع على الحاضنة لو الولد او الصغير او الصغيره والده استضافه يوم او اتنين او راح معاه المصيف. حضرتك لو الاب حصل حاجه ومنع ان يرجع الصغير او الصغيره لوالدته، في نص الماده 292 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس الوالد اذا امتنع عن تسليم من له الحق في الحضانه. يعني لو الزوج لو الزوج او الوالد امتنع عن تسليم الطفل هيعاقب بالحبس. ما احيانا خلينا وجهه النظر الاخرى في هذا الموضوع. تمام. القصه في موضوع اكمل رفض. بس اكمل كلام يا استاذ محمد. انا شايف ايه الضرر وايه الظلم اللي هيقع لو مثلا يعني سن الحضانه بيستمر لغايه 15 سنه. وطبعا بعد 15 سنه القاضي بيخير الصغير والصغيره عن الاستمرار في حضانه والدتهم او الرجوع لوالدهم. في الغالب الاعم حضرتك هيختاروا والدتهم من منطق العاطفه والاستقرار النفسي والاجتماعي. طيب في ظلم كده وقع على الزوج او الوالد او والد الاطفال، هم هيستمروا مع والدتهم الى ما لا نهايه. وبالتالي من العدل والانصاف ان الاستضافه ديت تشرع
وتبقى بنص القانون غير خاضعة للأهواء. أنا مش شايف إن فيها ضرر، ده بل بالعكس دي هتحقق التوازن في محيط الأسرة، هتلم شمل الأسرة، هتحقق للأولاد الصغير والصغيرة عاطفة الأبوة، التوازن الاجتماعي. الحاجة التانية إن الجمعية أو قانون الطفل، في قانون صادر من الجمعية واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خاص بحقوق الطفل، وهذا القانون المشرع أو هذا القانون الحكومة المصرية اعتمدته سنة 1990. مضمون هذا القانون أنه لا يجوز حرمان الوالدين من أولادهم من رؤيتهم، وبالتالي أنا مش شايف أي غضاضة أو أي ظلم وقع على الزوجة من استضافة الأب أو الجد للصغير أو الصغيرة. طب هرجع لحضرتك تاني بس معايا مداخلة. فضل. مين معايا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مين يا فندم؟ والله أنا طالب سؤال الله يخليك حبيب قلبي. طب ممكن بس تقول لنا اسمك الأول مين؟ محمود جودة. اتفضل يا أستاذ محمود. من سؤال. أهلا وسهلا أستاذ محمود، اتفضل. الله يخليك، أنا والدي متوفى وعندي حوالي 12 واحد، عندنا بيت واخد باله ب 10 جنيه و5 جنيه وبعد كده الجماعة الساكنين دول مش عايزين يعلوا الإيجار، شوفونا الإيجار الغابة زي حالتنا يعلوا شوية، وبعد كده في موصير الإشباكة واخد بالك من وراء عايزين يخلوا الساكن هو صاحب الملك اللي يدفع عليهم، مش تمام. حرام كده ولا لأ؟ تمام، سيادة المستشار محمد سليمان هيرد على حضرتك في الموضوع ده. عايز شغلة أكل عيالي، شوية شغلة أكل عيالي، وأنا مهندي سواق وقعد 15 سنة ما لقي شغل، أقسم لك بالله ثلاثة، وأنا عندي 12، أنا عندي الواد كان عنده سك في القلب دافعين عليه 100,000 وقعد عليه وقمت فيه، ابن ابني، ومعاه بنت ولد، والولد نايم وأنا معايا بنتين، والبنت عليها 300,000. شوفوا أنتوا أنا عايز أقول سيسي الله يخليه ويديه الصحة ويديه العافية يا رب، يشوف الإدارات الجديدة اللي بتاع زمان دي، وخد بالك 10 جنيه و5 جنيه الشقة مش حرام على كده، مش حرام. تمام. وشوف رأيك الله وأنا عايز شغل عشان رزق ورزق عيالي. شوفوا لي شغله الله يخليك عشان انا اقولها. تمام يا استاذ محمود، سياده المستشار هيرد على حضرتك ويوضح الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه. الله يخليك، انا عايز شغله تمام. تمام تمام يا استاذ محمود، شكرا يا استاذ محمود لحضرتك. سياده المستشار، هو بيتكلم عن الايجارات، الايجار القديم، احنا طبعا بدايه هنترك له الرقم بتاعنا في الكنترول وبرضه نتواصل معاه بعد الحلقه نشوف الموضوع دوت. تمام. ثانيا هو بالنسبه طبعا هو ما اتكلمش اذا كانت وحدات سكنيه او محلات عشان طبعا القانون واجب التطبيق، فطبعا هنتواصل معاه بعد الحلقه ونفهم منه الموضوع باستفاضه وان شاء الله نساعده فيها باذن الله يعني. تمام جدا. سياده المستشار بدر، عايز اتكلم مع حضرتك في النقطه اللي كنا بنتكلم فيها، الاستضافه غير الرؤيه. تمام. ايه الاجراء المتبع اللي بيلجا ليه الاب في حاله عدم تنفيذ حكم الرؤيه؟ تمام. بيرفع قضيه. الاول وفقا لنص المادة 20 من قانون رقم 25 لسنة 1929 ان اذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي. بحيث لا يضر بنفسية الصغير. دلوقتي الزوجة امتنعت عن ان والد الصغير او الصغيرة ان يراه، في الحالة دي القاضي بينذرها، استجابت خير وبركة، ما استجابتش بيتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ بنقل الحضانة مؤقتا الى الشخص او الى من الى يعني الشخص التالي من المستحقين للرؤية. تمام. في الحالة دي هو ده اللي بيتم حضرتك. تمام. سيادة المستشار، في سؤال مهم جدا عايز اساله لحضرتك بس بعد ما ناخد هذا الاتصال. معانا الاستاذه مروه، اتفضلي يا استاذه مروه.
الو استاذة مروة. استاذة مروة السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا استاذة مروة. حابة اشارك بس حضرتك في سؤال الحلقة النهاردة. اتفضلي حضرتك. انا بس عايزة اقول حاجة، يعني احنا ليه اصلا نحرم الاب، يعني لو الام اتجوزت ليه نحرم الاب ان هو ياخد طفل ابنه يربيه معاه؟ لان الطفل بيحتاج لرعاية الام بالتحديد، والنساء هم العنصر الاساسي في الرعاية. طب بس اولا يا استاذه مروه وطي التلفزيون، وطي التلفزيون الاول عشان بس نسمع كويس. حضرتك يعني انا دلوقتي كأم انا دلوقتي طلقت مثلا، فحبيت ان انا عايزه ابني له يربيه، ليه القانون يعني ليه مش بيعمل كده؟ يعني ليه القانون بينص ان هو لا الحضانه تبقى مع الجده؟ تمام. سيادة المستشار محمد سليمان هيرد على حضرتك، واحنا كنا هنتكلم في هذا الموضوع بخصوص هل هناك ثغرات في القانون في تحديدا في موضوع الرؤيه. هو في طبعا ثغرات على ارض الواقع، لان مفيش جزاء على مخالفه الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤيه. طبعا دي بنناشد فيها المشاركه. طبعا سؤال الاخت المتصله، ليه ما تنقلش الاب على طول؟ ده شرع ترتيب حضانه مش نص قانون بس، يعني مصدر النص ترتيب الأم الأب كده، ده شرع، فلا يجوز فيه اجتهاد في نص قانوني يعني. ولكن هو دلوقتي احنا بنتكلم ان هو في اتجاه ان احنا عايزين نخلي الأب يبقى في مرتبة تالية، مش في آخر المرتبة في التنفيذ ده. وطبعا إذا لما كانش هي تزوجت يعني، وطبعا في السن من سن يوم لغاية 7 سنوات، فالطفل محتاج لرعاية الأم بالتحديد أو النساء على الإطلاق. احنا طبعا بضيف على كلام زميل الاستاذ بدر في موضوع الاستضافه، ان النهارده العادات والتقاليد وظروف المجتمع المصري تسمح بالاستضافه، لان بقى في يومين اجازه في الاسبوع، جمعه وسبت، وفي المدرسه وفي العمل. طب خلينا انقل لك وجهه النظر الثانيه. تمام. حضرتك بتتكلم ان من حق الاب يبقى في استضافه لمده يومين، مده يومين. تمام. هناك مخاوف من السيدات في هذا الامر، بتقول لك طب الاب اصلا بيصرف على ابنه بالعافيه، ازاي من حقه ان هو يستضيف؟ ما بيرضاش، بيمتنع ان هو ينفق على ابنه. طب هي حضرتك دلوقتي ما احنا قلنا ان احنا بنناشد المشرع ان يبقى فيه جزاء. هل يحق للاب الممتنع عن ان هو ينفق على ابنه ان هو يحق له حتى رؤيه ابنه؟ لا يشوفه حتى لو ما فيش نفقه يعني. طب ازاي؟ ده شرع ربنا. طب لو شرع ربنا، ما هو يتقي شرع ربنا ويصرف على ابنه. في جزاء على مخالفته لعدم تنفيذ حكم النفقه، ده جزاء القانون. ايوه. ماشي. ما احنا النهارده انا بنقول لك وجهه النظر الثانيه، احنا النهارده دي مراتب وفي دي شرع، فالنهارده مش معنى ان هو ما ينفقش ما يشوفش، لا ده موضوع يعني قلبه حنين دلوقتي عليه، ما هو ده حقه ولا بيصرفش عليه، حقه شرعا وقانونا، فما ينفعش. احنا بقى في المناشده في التعديل وفقا للقانون الاحوال الاسره الجديد، ان يبقى في تنظيم للمسائل دي على مخالفتها. يعني النهارده حضرتك زي ما بتقول كده، انا ما بانفقتش عليه وعليا حكم حبس ومش موفر له سكن و وجاي عاوز بقى اشوف واستضيف. ما ده بقى اللي بتكلم فيه، هو ده المشرع. الزوج بيلجا ان هو يستخدم اللي هو الذل مع الزوجه بهذا الامر. احنا حضرتك دلوقتي الدين عندنا بيتكلم في زواج وطلاق، فليه بنطلع اسوأ ما فينا بعد الاختلاف؟ حرب عالميه ثانيه، ما هي دي المشكله، ثقافه الاختلاف وثقافه الانفصال. المفروض النهارده ننظم الحقوق المتبادله ما بين الافراد. طب هرجع لك تاني وده. بس معانا مداخله هاتفيه، الاستاذ صالحين اتفضل. خلاص نرجع نكمل كلامنا تاني. تمام يا فندم. احنا النهارده طبعا المشرع لما بيلجا لتعديل او ان هو يشرع قانون جديد فبيبقى فيه سلبيات. فانا طبعا المفروض ان المشرع المصري قبل ما يتعرض عليه موضوع القانون انه يعرضه للبحث المجتمعي او اصحاب الصفه، يعني النهارده الزملاء المحامين كل معوقات تطبيق القانون على الارض يعلموها. فالنهارده لما تيجي نعمل لهم الشراكه في الاستماع ويبقى في ملاحظاتهم ياخدها المشرع بعين الاعتبار، اعتقد هيبقى القانون اقيم وافيد للمجتمع. انما النهارده انا مفاجئ ان انا مثلا بطبق قانون بقاله 30 40 سنه وانت ما عملتش جلسات استماع لمشاكل الطرفين. ما احنا النهارده حضرتك جوه الموضوع في حد ذاته، سواء كنت عن المدعيه او المدعى عليه، فعندي سلبيات القانون وايجابياته وليا رؤيه ان انا برضك عاوز اناشد المشرع فيها، فما بنستغلش الا عن طريق المنافذ الاعلاميه اللي هي برنامج حضرتك، ان احنا بنناشد المشرع ان هو النهارده زي ما بقول لحضرتك كل حاجه في الدنيا مرتبطه بالثواب والعقاب،
فالاب النهارده ده لو ملتزم وبيسدد النفقات اللي بتروح عليه. طب بروح للاتصال التليفوني معانا، معانا حماده من كفر الشيخ. اتفضل يا استاذ حماده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مامن طيبين. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا استاذ حماده. حضرتك احنا عندنا مشكله، مرات اخويا كانت بتشتكي اخويا من سنتين من غير ما يعرف. وخدت عليها احكام بالباطل. ان هو يا عمي بنفقه 10,000 جنيه في الشهر، طب هو يجيب لها منين؟ تمام. اخواتها هم اللي كانوا شاهدين. في حكم النفقه. تمام. سياده طبعا ما كانش يعرف ان هي شاكيها الا بعد سنتين، طبعا المده القانونيه لاستئناف الحكم خلصت. هو ما جاش له اي ابلاغ؟ لا هي الاحكام واجبه النفاذ حتى ما لهاش علاقه. يعني ما جاش له اي ابلاغ من ان في حكم محكمه في حكم قضيه؟ كانوا بيعلنوه اداري. كانوا بيعلنوه اداري، ما كانش يعرف خالص. يعني واحده قاعده في الشقه بتاكل وتشرب وبيصرف عليها وبودي عليها المدارس وبودي عليها وكل حاجه وتمام، وتواجه بعد سنتين ان هي شكيه. تمام سياده لجا حضرتك حكم بالنفقه 10,000 جنيه، وطبعا مده الاستئناف ما عادش ليه حق ان هو يستأنف لان 40 يوم بخرج. تمام. سياده المستشار بدر هيرد على حضرتك في هذه النقطه وهيوضح لحضرتك ايه الاجراء المتبع اللي ممكن تسلكه في هذا الموضوع. حضرتك هو حضرتك هي يعني هيجيب ما يفيد ان هو لم ما يعرفش بالحكم وهيستأنف القضيه، وفي حاجه اسمها تحري عن الدخل. هو القاضي بيحكم حضرتك يعني بناء على كلام الزوجه. لو الزوج احترض وقدم ما يفيد ان هو مثلا شغال في الحته الفلانيه ودخله كذا، هيقدر القاضي وهيخفض له النفقه ديت. خدت البال معليك؟ يعني من السهل تخفيض الحكم دهوت او النفقه اللي اتحكم بيها بناء على المستندات اللي هيقدمها الزوج ويفيد ان هو شغال في الحته الفلانيه ودخله كذا، وبالتالي القاضي هيحكم بناء على المستندات الجديده. على المستندات الجديده. تمام. هناخد اتصال تاني، معلش اتصالات كتير النهارده. معانا الاستاذ حماده من اسيوط. اتفضل يا استاذ حماده. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الفضل احنا عاوزين نعرف بس قانون التصالح. قانون التصالح ده عاوز نتكلم المستشار بس في الموضوع ده. اتفضل. تمام. تمام. عايز تسال ايه بالظبط في قانون التصالح؟ ان هو التصالح ده بناء على ايه والواحد يعمل ايه؟ الشروط يعني اللي وضعتها الدوله. اللي حطها الدوله. هو عندك اكتر من كذا شرط، يعني 9 شروط. خلاص تمام. سياده المستشار بدر هيرد على حضرتك في هذا النقطه برضو. حضرتك اتكلمنا طبعا في هذا الموضوع. تمام. في بدايه الحلقه. تمام. وعايزين في عجاله كده نقول له ايه الاجراء المتبع. الاجراء حضرتك هيقدم الطلب وللوحده المحليه او مجلس المدينه اللي تابع ليه، ومرفق بيه صوره العقد بتاع العقار المخالف وصوره البطاقه، وهم بيحددوا له مبلغ يدفع على سبيل جديه التصالح. واحب افهمه انه اخر مهله وفقا لقرار رئيس الوزراء 30/9. وبالتالي يلحق يجهز اوراقه ويروح الوحده المحليه، بتوع الوحده المحليه او مجلس المدينه طبعا هيقولوا له هات كذا وكذا او جميع الاوراق، يعني زي ما قلت لحضرتك صوره العقد، ولو كان في محضر معمول محضر مخالفه او جنحه مخالفه للمبنى دهوت يقدم برضه صوره منه، على اساس لما يتعمل تتقدر الغرامه وهو يكون دفع غرامه في المحكمه تتخصم له. الواضح ان احنا معانا اتصالات كتير النهارده. مفيش اي مشكله. معانا محمود من الشرقيه. اتفضل يا استاذ محمود. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب حضرتك اذا كانت الزوجه مستهتره ومدلعه ومثلا والاخطاء من عندها وعايزه مثلا تنفصل، ايه الحكم القانوني في كده؟ زوجه مستهتره وعايزه تنفصل، وبمجرد ان هي تنفصل تاخد حقوقها وتحرم الاب من اولاده. تمام. هل في حاجه في القانون؟ سياده المستشار محمد سليمان هيرد على حضرتك في هذا الموضوع. هل هناك اجراء قانوني متبع في مثل القضيه اللي هو بيتكلم عنها؟ احنا حضرتك النهارده ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج او قائم على السكينه. تمام. وطبعا شرع الطلاق في حاله الاختلاف. وطبعا وفقا للتعديلات اللي طرقت على قانون الاسره في الخلع، فهي النهارده سلوكها مش قوي.
ومش عاوزه تلجا للقضاء عشان تتنازل عن حقوقها وترفع حقوقها. عايزه تاخد جميع حقوقها. عاوزه تتطلق وتاخد كافه حقوقها. فالنهارده هيطبق الشرع حكم من اهلها وحكم من اهلها وحاول يرد الموضوع قبل ما نرجع للمحكمه. لان هي دي يعني الشريعه الاسلاميه بتقول كده. ان احنا لازم نعمل كل ما عندنا من اجل. حضرتك بتتكلم بالشريعه الاسلاميه والواضح ان احنا المجتمع بتاعنا ما عادش بيتلازم بالشريعه الاسلاميه. احنا لو بنشوف الحالات اللي احنا بنشوفها نتكلم عنها نلاقي ان احنا خلاص ما بقاش عندنا ضمير. احنا لو خالفنا احنا ما نقدرش نخالف الشريعه. هي المشكله النهارده في هي يعني اللي احنا حضرتك اللي بنشوفه في المحاكم الاسره محتاجه ثوره اخلاق. الاحداث اللي والقضايا اللي بنسمع عنها دي ثوره اخلاق دي. لان احنا النهارده مش هنقدر نخالف الركب العالمي ونتخلف عن التكنولوجيا. ولكن احنا دلوقتي المناشده لضبط سلوك المجتمع المصري ثوره اخلاق. ورئيس الجمهوريه متبنيها ان شاء الله قريب في القريب العاجل. زائد الاعلام ورجال الدين. تمام. النهارده عاوزين نرجع للاسره كما كانت. ماشي. معانا اتصال اخر. اتفضل معانا. مين؟ محمد. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. طب لو الام هي اللي سايبه الولد، لو الام هي اللي سايبه الولد وهو عنده شهر والولد اتربى مثلا بقى عنده سنتين ثلاثه، القانون يقول ايه في حاجتها؟ ممكن. تمام. وخاصه لما تبقى تنزلت عنه في المركز وفي الشهر العقاري وكده. هل هي رجعت بعد كده طلبت ان هي تكون حاضنه للطفل؟ ما انا بدور على اساس ان هي ازاي بعد ما تسيبه عنده شهر وترجع ثاني بعد ثلاث سنين مثلا تطلبه ازاي؟ بعد ما يتربى هو عنده شهر لغايه ما بقى عنده ثلاث سنين وماضيه وكل حاجه في المركز وشهر العقار والمحكمه وكله، تاخده ازاي؟ استاذ بدر. طبعا الحضانه لها شروط. اولا من ضمن الشروط ان الام تكون عاقله وحرة وبالغة. الأمر الثاني إنها تكون أمينة على الصغير أو الصغيرة. وبالتالي الأمر الثالث إن هي تقيم في منزل لا يبغض الطفل. كل هذه الشروط لو فقدت شرط منها بتنتقل أو بتنتزع منها الحضانة وبتنتقل للشخص الذي يليه. وبالتالي الام اللي بتسيب الطفل وهو عنده شهر دي شخصه مستهتره، انسانه مستهتره غير امينه على طفل عنده شهر عايز رعايه ورعايه خاصه. وبالتالي المفروض بتنتقل الحضانه للشخص التالي اللي هي ام الام. اذا كانت الام كده وانتقال الحضانه مش تلقائي حضرتك، مش يعني هي امه سابته هل بعد كده يديه الام؟ لا، لازم بحكم قضائي مع النفاذ. يعني انتقال الحضانه من شخص الى اخر مش تلقائي، لازم بحكم محكمه. وبالتالي ردا على السؤال الخاص بالاستاذ كده الحضانه الست دي غير صلاح الحضانه بتنتقل للشخص اللي بعديه. ولكن المشكله ان هنا الحضانه مقرره للطفل. تمام. ولا لسه التنازل لسه عنه. تمام. يعني لسه كل التنازلات دي تمام. اللي هي عملتها نقل تروح تطلب الطفل بره. او ممكن الحضانه الحكم بتاع المحكمه بنقل الحضانه مؤقتا يجوز مؤقتا يجوز ان يجوز اسقاط الحضانه. الاستاذ بدر بيتكلم في اسقاط الحضانه في هو لفت انتباهنا في كلمه قال ان هي راحت اتنازلت عن حضانه في الشهر العقاري. التنازل ده باطل مطلق. تمام. يعني ده مش حق مقرر ليه او ليها. ده للصغير. لا يجوز التنازل عنه ولا النفقات ولا اي حاجه. فهي هي صاحبه الحق في الحضانه طالما ما عندهاش سبب من مش اسباب. مش لازم يبقى القانون مراعي هذا الامر. ماشي. ما هو ده فراغ تشريعي بقى. احنا بنناشد المشرع. ما الرسائل دلوقتي للمشرع مش ليا. تمام. احنا النهارده كلنا ملتزمين بتطبيق القانون. تمام. طب هناخد معانا اتصال اخر. الاستاذ سعيد من المنصوره. اتفضل يا استاذ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا ربنا يجازيهم خير على اللي تقدموه. وعندنا والله معلومه بسيطه فيها الله يكرمك. اتفضل. بالنسبه لموضوع الطلاق، هو بالنسبه وكثره الطلاق اللي ماشيه اليومين دولت ليه؟ في اسباب كبيره من القران الكريم ومن سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعندنا حل لموضوع الطلاق بمشيئه الله بسهوله بمعاون جاهزين من اجهزه الدوله. وان شاء الله دومت انا حاولت ابعت لسيد الرئيس ربنا يجازيه خير فاكس وحاجه كده عشان اقدم الموضوع دوت. هيكون فيه بمشيئه الله من اول شهر هيكون فيه وقف لموضوع الطلاق دي خالص ان شاء الله. ان شاء الله. وكمان على الاطفال، كثره المرضى من الاطفال
روح المستشفيات هيكون ان شاء الله واقف لموضوع الاطفال، كثره المرضى من الاطفال وكده، لان هيكون في علاج او اكيد رئيس الدوله ان شاء الله اشتغل، وان شاء الله يكون في فتح كبير، ويا ريت حاولوا تسهلوا لنا المشوار ده ان شاء الله. هو سؤالك يا استاذ سعيد بالتحديد في هذا الموضوع؟ عندي ان شاء الله اليه وفكره وعلم القران والسنه باذن الله تبارك وتعالى. ازاي يكون الدوله بمشيئه الله تقوم بوقف موضوع الطلاقات دي خالص باذن الله. الاسباب الرئيسيه اساسا اللي هي المحللين والاطباء مش عارفين يوصلوا لها، لا الانديه موجوده وان شاء الله سهل حلها باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله. وانا هتواصل مع حضرتك بعد الحلقه، وشكرا جزيلا يا استاذ سعيد. هنا بس هنرد عليه ان احنا يعني نتواصل معاه بعد الحلقه ونطلع في دور نقابه المحامين في المساعدات القضائيه وتوجيهها، توجيه النقابه الرسائل دي للدوله. يعني احنا النهارده لو في موضوع ذا اهميه نتواصل معاه ونقابله في نقابه المحامين ونستمع، وباذن الله لو الموضوع يستدعي ان احنا نقدر نعرضه على معالي النقيب ونصعده. ده دور مطلع لنقابه المحامين اللي هو المساعدات القضائيه. هو تمام حضرتك. هو في تعليق، هو في تعليق بالنسبه، هو بيقول لك كثره حالات الطلاق. طبعا انا يعني ده الموضوع يرجع برضو عشان نكون واقعيين، في اوضاع كتير. الحاله الاقتصاديه، الحاله الاقتصاديه بنسبه، هقول لحضرتك بنسبه 80%، هي نسبه كبيره. الامر الثاني سوء الاختيار. الامر الثالث عدم الصبر من الزوج والزوجه. حضرتك لو تفتكر من 40-50 سنه الوالد والوالده كان نسبه الطلاق، ما فيش نسبه طلاق، يعني النسبه بسيطه جدا، كان في تحمل وكان في صبر وكان في قناعه، ما كانش في تطلعات زي اللي بتحصل ليهم ديت، ان هي عايزه شبكه بكذا وعايزه اوضه نوم بكذا وعايزه صالون وعايزه شهر العسل، كل حاجات ديت بتعمل مشاكل اقتصاديه وبتأدي في الاخر للطلاق. معانا الاستاذ عربي، اتفضل استاذ عربي. استاذ عربي تمام. هرجع لحضرتك، احنا بتتكلم ان النقابه هتستمع لها حق في الدور التشريعي وان هي تتكلم في حل مثل هذه القضايا اذا كان الاستضافه او الرؤيه، ايه الدور اللي بتقدمه نقابه المحامين في هذا الامر؟ هو حضرتك دلوقتي نقابه المحامين ليها 5 اهداف في فكره انشائها. تمام. تنظيم مهنه المحاماه، ده أول حاجة، تقديم المساعدات القضائية للشعب المصري، ثالث حاجة اللي هي الرعاية الاجتماعية للمحامين وأسرهم، رابع حاجة البحث. طب قبل ما نكمل حضرتك معلش معانا آخر مداخلة هناخدها عشان وقت برنامجنا، الأستاذ محمد من أسيوط، اتفضل أستاذ محمد. يا باشا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد فهمي من أسيوط. اتفضل أستاذ محمد. ازيك يا حاج محمد؟ كنا عايزين نسأل الأستاذ بس سعادة المستشار على موضوع مثلا الست بتبقى متمسكة بابنها. موضوع ايه؟ والزوج بيبقى متمسك يعني عايزين كام سنة مثلا ويرجع لحضانة أمه. تمام. يرجع لحضانة بتاعة أبوه مثلا، مع أمه يقعد مع أمه ويرجع بتاعة أبوه. تمام. عايزين نسأل المستشار بس عبد المحسن. خلاص استاذ هيجاوب على حضرتك. تمام 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 يا حاج محمد. حضرتك هو بيقول لك يعني او بيقول لنا السن الحضانه لغايه كام سنه؟ سن الحضانه لغايه 15 سنه. اللي هو الصغير او الصغيره لغايه 15 سنه. بعد ال 15 سنه القاضي بيخير الصغير والصغيره من الاستمرار في حضانه الوالده او الانتقال لحضانه الوالد. وفي الغالب الاعم حضرتك وفي الغالب الاعم اللي بيستمر في حضانه والدته كنوع من العاطفه والراحه النفسيه. تمام. وبالتالي في اعتقادي يعني مش في اعتقادي ان الصغير او الصغيره هيفضل البنت هتفضل لغايه ما تتزوج مع والدتها والولد لغايه ما يكمل 21 سنه. استاذ محمد حضرتك كنا بنتكلم عن في اهداف وضعتها النقابه المحامين في هذا الموضوع، ممكن نكمل بقيه الاهداف؟ احنا وصلنا ان النقابه بترعى البحث القانوني للساده الزملاء المحامين، واخر هدف من اهداف نقابه المحامين اللي هو اتفاق مع كل النقابات في الوطن العربي والمنظمات الحقوقيه على مستوى العالم كله. انا طبعا الرساله اللي عاوز اوجهها من هذا المنبر
هو الدور القومي لنقابة المحامين لشعب مصر. طبعا دي نقطة مهمة جدا. دي نقطة مهمة قوي. النهاردة فخامة الرئيس بيدي توجيهات للحكومة. التوجيهات دي لما تيجي نعرضها على نقابة المحامين لازم تيجي في نفس الاتجاه وتقدم دورها لمساعدة القيادة السياسية تمام. في الدور القومي. النهاردة القيادة السياسية بتتجه إلى رقمنة الدولة وعملت بيئة تكنولوجية جميلة جدا، ولكن كل هذا متوفق عشان تسويق حوافز لاستثمار الدولة المصرية للعالم أجمع. فنقابة المحامين النهاردة لما تيجي تقوم ببحث عزوف المستثمر عن الاستثمار داخل الدولة المصرية بسبب ملف صعب جدا وهو اسمه بطء إجراءات التقاضي. بطء إجراءات التقاضي ان احنا عندنا دور العدالة في مصر مش كافية، عدد السادة القضاء مش كافي، عدد العاملين في الجهاز مش كافي. هنا بقى نقابة المحامين المفروض ان هي بتفكر ان هي تعمل التقاضي الالكتروني وتقدمه للحكومة المصرية لتسويق حوافز لاستثمار الدولة المصرية عن طريق بقى ان يبقى فيه سرعة، لان العالم رتمه بره سريع جدا. احنا النهارده عشان يجي مستثمر يبقى في خلاف مع الجهاز الاداري للدولة او مع المواطن المصري يقعد 3-4 سنين بيتكلم في قضايا. فالنهارده حضرتك لما يبقى في التقاضي الالكتروني الموضوع مش هيستغرق كله شهر تجهيز وتحضير وصدور. هل النقابه جهزت دراسه جاهزه ومقدمتها للدوله؟ وزاره العدل تبنت الجزء الاول من هذه الدراسه، وهو دلوقتي حضرتك انه بيعملوا التوكيل الالكتروني وقيد الدعاوى الالكترونيه. فاحنا النهارده بنطلب بقى ان احنا سرعه الانجاز، المشروع متكامل عشان نحقق للدوله المصريه ما تتمناه، وهو تسويق حوافز لاستثمار لجذب رؤوس يعني الأموال. حضرتك كنت حدث ان في دور لنقابه المحامين في موضوع طبعاً مساعده وزاره العدل في التقاضي. طبعا المفروض احنا دورنا ان احنا دلوقتي المفروض ان احنا بنلتقي مع الجهاز الاداري للوزاره والمكتب الفني للوزاره والمكتب الفني لكل محكمه، محكمه استئناف او محكمه بندي اطروحاتنا ورؤيتنا لموسم قضائي قادم والسلبيات موسم قضائي منتهي. فكل ده بيؤدي الى ايه؟ ان احنا عاوزين ندخل ده الدور بقى القومي لنقابه المحامين في ايه؟ ان هي النهارده رأت ان سبب عزوف المستثمر الاجنبي بطء اجراءات التقاضي، والنهارده وزاره الاستثمار لقت برضك ان يجي المستثمر عشان يجي يستثمر مصر يقعد 6 أشهر ياسس شركه فعملت شباك الواحد. فالنهارده باذن الله في طريقنا الى الطريق القومي اللي هو الدور القومي لنقابه المحامين في جذب رؤوس الاموال. هل تتفق استاذ بدر مع استاذ محمد؟ طبعا اتفق ان من في دور قوي لنقابه المحامين. انا هقول لحضرتك من نشاه نقابه المحامين 1912 والدور ونقابه المحامين ليها دور قومي في مسانده القضايا العربيه والمشاكل اللي تعرض لها الدول العربيه. ولكن انا عاتب على نقابه المحامين على ما في ال 15 سنه اللي فاتوا حضرتك ان هي الموضوع بالنسبه لها تراخت شويه في مسانده هذه القضايا. بالاضافه لحاجه ثانيه حضرتك، ان نقابه المحامين اللي هي المفترض قلعه الحريات واللي المفروض تراقب على القوانين، في بعض القوانين بتصدر غير دستوريه ومخالفه. المفروض زي المحكمه الدستوريه بتراقب القوانين والقانون الغير دستوري بترجعه للدوله او للحكومه عشان تعيد تعدله، المفروض نقابه المحامين اللي هي امينه على حقوق الناس واللي بتجيب حقوق الناس ان هي تراقب القوانين ديت وتناشد الدوله. اي قانون غير دستوري غير منصف غير عادل يتراجع، عشان نقابة المحامين ووزارة العدل هم أساس القانون وهم اللي بيراجعوا القانون وهم فضل. في ممثلين بالنقابة بيحضروا جلسات المناقشة في قبل صدور أي قانون، ويبقى في دور لنقابة المحامين في أي قانون. أنا عايز الكلام ده هو حضرتك. عايز الكلام محمد ولا أنا بتكلم يا أستاذ محمد؟ أنا عايز الكلام ده هو حضرتك. يعني أي قانون بيكون فيه مشاركة من نقابة المحامين. أي قانون المفروض الرجوع لنقابة المحامين. ما انا بتكلم حضرتك في هذا الامر يعني استاذ محمد، مش بالصوره ممكن مش بالكيفيه مش بالكيفيه. في المجلس بيبقوا دورهم ان هم بيكونوا ممثلين نقابه المحامين في اثناء بقى يعني فحص المشروع القانون. ولكن انا شايف ان التمثيل العدوان غير كفايه، لان بد العدوان ذات نفسهم يعملوا جلسات استماع مع الساده المحامين تمام في المحاكم الابتدائيه والمحاكم الاستئنافيه، ويتعمل جلسه استماع. لان احنا النهارده
كلنا هدفنا نبيل. ده دور النقابه في تحديدا بقى، النقابه هي تعمل جلسات استماع في هذا الموضوع. المنبر ده منبر حر. اه فالنهارده المنبر الحر معناه ايه؟ ان احنا النهارده بنسمع بعض، وعدم بنسمع بعض احنا بتواجهنا مشاكل، فالمشاكل دي احنا بنناشد بيها المشرع ان يبقى الموضوع النهارده يبقى فيه بحث مجتمعي، يبقى فيه مشاركه مجتمعيه، والمحامين هم اقدر الناس على فحص مثل هذه التشريعات، لان احنا عن طريق مثلا تاريخي العمل ان انا لقيت ملاحظات في قانون ما، فانا دلوقتي شايف ان الملاحظات دي اطروحتي انا حلها بطرق معينه، فالنهارده لما يجي المشرع يلجا لتعديل قانون او الغاء انشاء قانون جديد، فلازم يبقى معمول لنا احنا جلسات استماع على مستوى اوسع، يبقى في فتره اعداد للسماع كويس، ويجي عندنا ممثلين النقابه بينقلوا رؤيتنا وبحثنا ده اللي احنا بنناشد. ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. انا عندي النهارده عدوين النقابه موجودين، النقابه بتندبهم دور النقابه ان هي تجتمع مع الممثلين مع اعضاء. ده بنناشد معالي النقيب رجائي بقى عطيه انه يوسع المشاركه لنقابه المحامين وللساده المحامين لضبط ايقاع التشريعات. للاسف وقتنا خلص. لا مفيش اسف، النهارده الحلقه جميله جدا بصراحه، وانا احب اشكركم معايا. الله يبارك لك يا محمد. المستشار بدر عبد المحسن، الله يبارك العالي، شكرا لحضرتك على استشرافك النهارده. سياده المستشار محمد سليمان جاد المرشح لمنصب نقيب محامي جامعه القاهره، شكرا لحضرتك. واتمنى النهارده الحلقه تكون نالت اعجاب حضراتكم، وشكرا لحضراتكم، وفي لقاء جديد ان شاء الله الاربعاء القادم في نفس التوقيت انتظرونا.